يلحق بنبينا عليه السلام. الله يسخرك المقدم وبارك لك الله يسخرك. تفاصيل ديال الجريمه كيف ما كتعرفوا انا ولد من ابناء طنجه فهمتي. البارح تلقينا الخبر ديال تعرضوا له شي دراري كيجريسيو تما. هو كان ماشي يقضي شي غرض, خرج سالا سيرفيس ديالو مشى للدار, من الدار خرج ماشي شي حانوت ماشي يجي مع ما يتعشى ولا هذا مع 8 وما يوقف. ديك الدراري تعرضوا له تما, تعرضوا له جبد عليه موس بقى هو كيقاوم. في واحد اللحظه جا واحد الجار ديالو نيت بغى يداون عليه تما, واحد من السكان ديك الناس بغى يشوف مع ديك الدراري. وهذا ديك الساعه ديك الجار جات واحد الضربه في رجلو, هزو الوقايه المدنيه داتو للطبيب. وفي نفس الوقت ديك الساعه بقى هو معاهم, جات الضربه في القلب ديالو, هذيك هي اللي اثرت على الوقت ديالو. السكينه تضرب موس موس من الحجم الكبير. ما كانش لابس اللبسه ديالو؟ لا ما كانش لابس الزي ديالو, على حساب هو سالا سيرفيس فهمتي. ديك الساعه كانت 8 ديال الليل, هو يخرج يقضي الغرض وصافي. ما كاينش تحدد لنا السن ديالو, لان سمعنا 28 27 ممكن تحدد لنا اكزاكت السن ديالو؟ السن ديال المتوفي 23 عنده 25 ودوك شحال من واحد كانوا ضربوا؟ مواليد 1995. كيفاش كان التعامل ديالو مع الزملاء؟ التعامل ديالو مزيان, كلشي كيشكروا كلشي, هذا ما عمره دار شي مشكل مع شي حد فهمتي. الناس كيعرفوا المجرمين اللي ضربوه شحال هما وشدوهم؟ كانوا ثلاثه, جوج تشدوا البارح, واحد تشد هذه واحد الساعه اليوم مع الخمسه ديال العشيه. هذاك الحي اللي طرات فيه الجريمه معروف انه هذا الحي مسنانه زياتن. ذاك الحي ذاك راه معروف, يعني واش معروف بالاجرام؟ لا معروف الحي سكني من طبيعه الحال, اكبر احياء اللي كاين مدينه طنجه. ولكن المشكل اللي كاين ديال ديك السيد هذاك, ديك البلاصه اللي جا فيها خاوي شويه, وهذا الشيء هذا كيتكرر كل مره, كيوقع نفس المشكل تما فهمت. واش داك الشيء كان غير كريساج ولا كان عنده بيناتهم شي خلاف قبل؟ لا ما كاين لا خلافات لا حتى حاجه, هذيك هي مجرد اشاعات وصافي. هذا هي جا في الطريق وصافي, بحالو بحال اي مواطن, بحال اي حاجه. اذا كانوا عارفينها جندر ما كانوش يقربوا الطريق ديالو. نتوما كساكنه طنجه شنو كطالبوا للسلطات؟ كنطالبوا من السلطات تشدد معاهم العقوبات وتاخذ معاهم الواجب فهمتي, ويخدموا شويه يتحركوا باش ما يبقاش هذا الشيء هذا كيتعاود في كل خطره. استاذ الرساله ديالك لاسره الفقيد والاصدقاء العائله, الله يعدم الاجار والله يصبرهم ويصبروا الدنيا. هذا قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.